الاستاذ العمري جنبك ولا بعيد؟ اه جنبي طبعا. طيب نكلمه بشكر. معانا كابتن عدلي طبعا النجم مهاب، اصغر لاعب في بطوله افريقيا، ويعني هو يعني تقدر بقى تتكلم معاه وتبارك له بنفسك. اتفضل. مبروك يا مهاب، وانت يعني برضو اداء مميز مع منتخب الناشئين، والنهارده بتحط قدم قويه في بطولة مهمة مع النادي الأهلي، بتضيف إليك إيه دي على مستوى الطموحات وعلى مستوى الغد يعني بكرة؟ أول حاجة الله يبارك في حضرتك، طبعًا أحب أشكر أول حاجة بعد ربنا، أحب أشكر طارق على الفرصة اللي هو إداني، أنا بقى في المجموعة ديت، واللعيبة صراحة ما حدش أثر معايا، محدش دخل عليا بمعلومة أو أي حاجة. هم كانوا جنبي، دي حاجه طبعا بدايه الطريق ليا، وان شاء الله اللي جاي احسن. يعني انت لقيت مساعده وقدرت تاخد خبرات مؤكد من البطوله دي عشان نبتدي نطلب منك بقى السوبر. اه طبعا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله نهدي جماهير النادي الاهلي دايما في ظهرنا على طول ان شاء الله يا حبيبي، ومنتظرين اللي جاي، وقدامك سكه طويله جدا تحقق فيها للنادي الاهلي والمصري بطولات، وتكون النموذج المشرف اللي دايما النادي الاهلي حريص يقدمه للرياضه المصريه باذن الله. ان شاء الله. شكرا كابتن مهاب.